صادقت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالراشدية على عدد من المشاريع في إطار البرنامج الأفقي برسم سنة 2018، وذلك بكلفة إجمالية تجاوزت 10 ملايين درهم. الاجتماع تميز بتقديم عرض حول حصيلة برامج المبادرة على مستوى إقليم الراشدية خلال الفترة الممتدة بين 2005 و 2018، وهمت برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، ومحاربة الفقر في الوسط القروي، والبرنامج الأفقي ومحاربة الهشاشة. هذه المشاريع موزعة على مجموعة ديال الفئات. كما كتعرفوا، برنامج محاربة الهشاشة هو برنامج كيستهدف 12 الفئة هشة. من بين هذه الفئات هادفة تم التركيز في هذه السنة هذه 2018 على مرضى القصور الكلوي، أيضا الأطفال المتخلى عنهم، أيضا الأطفال المسنين، وأيضا النساء والأطفال ضحايا العنف. وقد تم خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2018 إنجاز أزيد من 1000 مشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة إجمالية فاقت 800 مليون درهم على مستوى الإقليم، لفائدة 174 ألف مستفيد.